هذا عودة من جديد مشاهدينا الكرام وفقرتنا المحببة لدى الجميع فقرة أفراح أفراح كاميرا مساء جديد على أتم استعداد للتواجد وين ما كنتم مشاهدينا لنقل الأفراح والمشاركة يعني برحابة صدر كبيرة جدا. سمر وصديق نشوفهم مع بعض وألف مبروك. جديدا عجبني وسر بالي اسلم سير الليلة بلالي مشاهدينا الأكارم في كل مكان، حلقة جديدة من أفراح أفراح كاميرا قناة النيل الأزرق تجوب الخرطوم بحثا عن الفرح. سعيدين جدا أن نكون بصالة نادي الضباط نهني العرسان صديق وسمر ونقول لهم حياة زوجية سعيدة وإن شاء الله بالرفاء والبنين. صديق ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب وتسلم وشكرا لكم كثير على الاستضافة الجميلة دي. طيب الحمد لله ربنا تم علينا على خير. طيب وبشكر الحضور طيب انه جو شاركوني فرحتي دي. طيب والف مبروك لي والف مبروك لسمر. يا سلام عليك، الف مبروك عليك وان شاء الله حياه زوجيه سعيده وبالرفع والبن. اللهم امين يا رب تسلم ان شاء الله. سمر اليوم فرح مختلف، يوم مميز، اليوم اللي بتتمناه كل بيت في حياته وشايفاك مبسوطه شديد حوالينك الاهل والاصحاب، نحن بنبارك لك وبتقول شنو في اليوم ده؟ اول حاجه انا بشكر قناه النيل الازرق لقدومها علينا، ثاني حاجه مبسوطه شديد اللي طلتكم وطلت اصحابي وصحباتي واهلي، ومبسوطه شديد يعني وببارك لزوجي صديق وببارك لي لنفسي وربنا يهنيني ويهنيك. ونايره فيها ضو الضريره يسلم سير الليله بلالي وعايله فوق ايد الحريره يسلم سير الليله بلالي ونايره فيها ضو الضريره يسلم سير الليله بلالي زار عليه. تتواصل الافراح احبابنا الاكارم في كل مكان من داخل نادي الضباط، سعيدين جدا ان تكون معنا اخت العروس سلمى وزوجها احمد، مرحبا بكم. اهلا مرحبا بك، نورتونا وشرفتونا كثير قناه النيل الازرق. سلمى اليوم مع كل الاهل والاحباب والاصدقاء بيشاركوكم الفرحه في زواج سمر، بتقول شنو لكل الحضور؟ اقول لهم ما قصرتوا شرفتونا وان شاء الله نجاملكم في الافراح ان شاء الله يا رب العالمين. احمد اليوم يعني بيقول شنو عديلك شرف العائله؟ على قد كلام، اول شيء بشكر قناه النيل الازرق للاستضافه الجميله وشرفتونا ونورتونا وكل الاهل والاحباب الناس اللي شاركتنا الفرحه، ربنا يكثر الافراح ويجعل الناس كلها في سعاده وفرح ويعدل حال البلاد زي ما بقول يا اخي ان شاء الله. احبابنا في كل مكان، ام العروس هي الفرحه الاساسيه، هي اليوم يومها والاحتفال احتفاله والفرح فرحتها. انا سعيده جدا انه تكون معي ام العروس الحاجه سميه، بنبارك ليكي وان شاء الله ربنا يسعدها ويهني ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله العقبال عندك انت اذا كنت ما متزوجه، وان شاء الله نفرح بك وبجديدك ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله. تقولي شنو لكل الناس شاركتك الفرح وجات اليوم في زواج سمر؟ والله بنشكرهم جديد كثير يعني على تكابدهم للمشاق وصعوبه المواصلات وصلونا، ونسال الله ربنا يعني يسدد خطام ونقدر نساديهم احنا في جمايلهم الجايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. اخت العروس مبروك لسمر وان شاء الله عقبالك يا رب. الله يبارك فيك، اللهم امين، تسلم ان شاء الله. نشكر قناة النيل الأزرق كثير وتسلموا كثير، شكرا لكم لزيارتكم الجميلة، تسلم إن شاء الله. كل سمر وصديق ألف مبروك وإن شاء الله حياة زوجية سعيدة وعقبالنا كلنا إن شاء الله يا رب. أيضا أم العريس اليوم هي فرحانة بولده وشافته عريس، ربنا يديها الصحة والعافية، الحاجة رحاب مبروكة لصديق وإن شاء الله ربنا يسعده. الله يبارك فيك وعقبال الجميع إن شاء الله. بتقولي شنو لكل الناس شاركتك الفرحة دي؟
بقول لهم شكرا جزيلا كتر خيركم ما قصرتوا ونجامكم في الافراح ان شاء الله. الله يبارك. اخت العريس مبروك ليه وعقبالك ان شاء الله. اللهم امين يا رب. الله يبارك فيك. قولي شنو لكل الناس الحاضر اليوم معاكم؟ والله شكرا لهم شديد انه جانا وشاركونا في الفرحه دي وان شاء الله عقبال اي زول. المشاهدين الأكارم في كل مكان، أفراح أفراح، مساحات للفرح، ندوب العاصمة بحثا عن الفرح ولنبارك لكل العرسان ونشارك في أفراحهم. نتمنى لكل العرسان حياة زوجية سعيدة حتى الملتقى في أفراح أفراح أخرى. تحياتي والفريق العام وفي أمان. ألف ألف مبروك للعروسين وحياة زوجية سعيدة بنتمنى لهم، خاصة إنه باين عليهم الفرحة جدا والسعادة والمحبة إن شاء الله تدوم دائما يا رب العالمين إن شاء الله تعالى. وما تنسوا إنه إحنا في انتظار إنه نكون معاكم في كل مشاركاتكم الأفراح. إذا مشاهدينا وصلنا للختام إن شاء الله، أمسية مختلفة مع برامجنا المقررة لهذا المساء، ومسائك إن شاء الله سعيد وخميسك إن شاء الله سعيد يعني. شكرا شكرا يا عشاشة، شكرا. ومني أنا نجود وعائشة أحلى ورقة تحايا، مع السلامة. إلى اللقاء.